إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن الزيارة المهمة للرئيس التركي إلى العراق ينضم معنا رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات السيد أحمد الياسري. أهلا بك إلى نشرة الخلاصة سيد أحمد. يعني بداية، كيف تنظر لهذه الزيارة المهمة اليوم كونها شهدت أحداثا استراتيجية؟ تحية لحضرتك ست وفاء، وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد أهمية زيارة بأهمية الزائر وأهمية المستضيف، يعني العراق مهتم جدا بزيارة السيد أردوغان، وهناك أيضا اهتمام بالصحافة التركية وكذلك بالأوساط النخبوية التركية بهذه الزيارة. فلذلك أنا أعتقد رغبة مشتركة تجمع البلدين لإنجاح هذه الزيارة، وأن تكون خطوة استراتيجية أولى لتنظيم العلاقات المعقدة بين الجانب التركي والعراقي، والتي مرت عليها عقود كثيرة من التعقيد. هناك حالة من الاستشعار على المستوى التركي ب يعني استدراك أهمية الحضور الاقتصادي والجغرافي للعراق، وأهمية أن تكون التنمية هي أس الترابط بين الطرفين والفاعل الاقتصادي وليس الفاعل الأمني فقط. أنا أعتقد هذا التطور الحقيقة بالمخيال السياسي التركي على مستوى التفاعل مع القضايا العراقية، وهو أيضا تطور على مستوى المخيال السياسي العراقي الذي بدأ يعني يطرح أفكار الشراكة خارج نطاق الهاجس الأمني. أن تكون يعني فكرة، حتى وإن كانت يعني خطوات تأسيسية، ولكن أن يتجه المخيال السياسي إلى عملية يعني تنظيم العلاقة مع الدول المحورية بالمنطقة على أسس اقتصادية وأسس تبادل منفعة، هذا أنا أعتبره يعني يحسب للجانب العراقي أيضا، إضافة إلى دخول شركاء الذين ممكن أن يطوروا هذه العلاقة اللي هم الإخوان الخليجيين. أنا أعتقد ممكن أن يكون العراق فاعل مهم جدا يربط يعني الرغبة التركية بالرغبة الخليجية، وأن يطور إمكانياته ويستفيد من فكرة استراتيجيات التنمية المستدامة بدل استراتيجيات الهواجس الأمنية الدامة. أنا أعتقد هي خطوة مهمة جدا على مستوى تركيا والعراق. نعم. طيب، يعني سيد أحمد، الإعلان عن اتفاقيات مهمة بين العراق وتركيا، يعني كثيرا ما كان الجانبان يتوصلان إلى اتفاقيات لكنها لم تنفذ على أرض الواقع. يعني ما الذي اختلف في هذه المرة؟ هل هناك ضمانات أم ماذا؟ هناك تحول بالسياسات، هذا الذي تغير. يعني تركيا الآن ليست تركيا قبل 10 سنوات، والعراق الآن ليس العراق قبل مثلا 10 سنوات أيضا. يعني هناك تحول حصل، تحول سياسي باستراتيجيات تركيا كان ذهب باتجاه يعني الذهاب بالموضوع الأمني، يعني أن تبني استراتيجيات المنفعة السياسية على أسس أمنية. هذا تركيا كانت اتجاهها شرقا في المنطقة العربية، واستثمار حالة التفكك التي حصلت من بعض البلدان العربية والتعامل مع العراق بمنطوق أمني فقط، يعني محصور بقضية حزب العمال كردستان. الآن أدركت المخيلة التركية لا، أن هناك تحولات جغرافية أو جيوسياسية تفرض نفسها بعد الأزمة بين إيران وإسرائيل، قضية البحر الأحمر والقطع، ربما هو ليس قطع مستديم لإمدادات الشاحن والتجارة، ولكن قد يتحول الخط العراقي البري إلى خط بديل. يعني فلماذا لا تصارع تركيا وتستثمر وتقتنص تركيا هذه اللحظة التي ينشغل بها اللاعبون الكبار في منطقة الشرق الأوسط، ويعني إيران والسعودية إسرائيل، هذه الدول الصاعدة، دول القوى الصاعدة نسميها. هذا لماذا لا تقتنص هذه الفرصة؟ الكل منشغل وتستعد لهذه اللحظة المختارة تركيا، وتترجمها إلى عملية اتفاقات يعني مستدامة. أنا أعتقد تركيا ليس فقط يعني حصل تحول في استراتيجياتها مع العراق أو مع المنطقة العربية، لا، بدأت تطرح تركيا نفسها كدولة الحلول، دولة الحل،
وهذا الأمر شاهدناه بالأزمة الأوكرانية، قضية الحبوب شاهدناه أيضا في مشروع أردوغان لخلق منطقة عازلة في غزة، ويعني أن تكون هناك قوات دولية لحماية الفلسطينيين وقوات أمريكية لحماية الإسرائيليين. هذه كلها مشاريع تركيا الحل وليس تركيا الأزمة. أنا أعتقد هذا التحول الذي حصل ولذلك ينعكس على العلاقة العراقية. المهم في هذه اللحظة أن يقتنص أيضا العراق الفرصة. صحيح أنا تابعت خطاب السيد السوداني، كان يتحدث عن إمكانية يعني الإشكاليات التي طرحها الجانب التركي بما يتعلق باستغلال يعني الموارد المائية القادمة من تركيا، يعني أن تعطى الشركات التركية فكرة الاستثمار في هذه يعني المواقع المائية حتى تزداد سعة الدفع المائي إلى العراق عبر الممرات التركية أو السدود التركية. هذا فكرة لا بأس بها، يعني أن لماذا يعني يتحول إلى يعني تقاطع سياسي، لماذا نتكامل اقتصاديا ونحاول أن نفكك قضايا معقدة سياسيا إلى قضايا ممكن أن تحل اقتصاديا. يعني هذا هو يعني أكو تطور أنا أشوف، يعني أنه عدم اللجوء إلى القضايا الأمنية والخلافات وكذا، وهذا حاصل تركيا، تركيا بدأت به، تركيا هي التي اقترحت فكرة المجلس الوزاري، وهي التي دعت الدول الخليجية، وهي التي تبادر. يعني أنا أشاهد تركيا متحمسة أكثر من العراق. نعم نعم. تعقيبا على كلامك سيد أحمد، يعني لتوقيع هذه الاتفاقيات، هل الهاجس التركي من حزب العمال الكردستاني دفع أنقرة لتوقيع هذه الاتفاقيات؟ لا، أنا أعتقد الموضوع يعني أعم من الهاجس التركي. تركيا الآن في هذه اللحظة أدركت أن قضية مواجهتها مع حزب العمال الكردستاني هي قضية من قضايا كثيرة ممكن أن تشترك بها مع العراق. يعني كانت نقطة خلاف، لأن تركيا تستثمر قدرات العسكرية للتوغل وكسر السيادة العراقية، والعراق ذهب مؤخرا بعد استهداف مدينة تهوك وسقوط عديد من المدنيين العراقيين إلى مجلس الأمن وقدم شكوى على تركيا، وهذا الأمر على المستوى الدبلوماسي أحرج تركيا في المظلة الدولية. فلذلك يعني بادر العراق، العراق أجرى اتفاق مع إيران تقريبا نفس الاتفاق، ولكن أنا دائما أقول القوى الكردية الإيرانية تختلف عن حزب العمال الكردستان وإمكانياته وتوغله بالمنطقة منذ عام 1984. حزب العمال الكردستاني تقريبا هو منظمة إقليمية لها فروع في العراق، لها فروع في تركيا، في إيران، في سوريا، وفي حتى في أوروبا لديهم يعني تنظيمات وخلاء إلى آخر. يعني صحيح أنه العمل المشترك مهم لتقوية دور هذه المنظمة، ولكن لا أعتقد أن تركيا تستطيع أن تقضي على هذه المنظمة حتى وإن ساعدها العراق، لأنها تستخدم أساليب الحرب غير مركزية ويعني تتمركز بمواقع صعب السيطرة عليها. ولذلك مشروع المنطقة الآمنة الذي طرحه السيد أردوغان هي أن تكون يعني بعمق 30 ميلا بين الأراضي العراقية والتركية، ثم موضوع أن يعني دعم الإجراءات العسكرية أو إعطاء الشرعية الإجراءات العسكرية وفق اتفاق أمني عراقي تركي، هذا أيضا إدراك من تركيا بأنه موضوع الحرب مع هذا الحزب هو ليس كل العلاقة العراقية التركية. نعم نعم سيد أحمد، يعني أفهم من كلامك لا نهاية لحزب العمال الكردستاني في العراق. طيب لننتقل إلى موضوع آخر أو ملف آخر، وهو طريق التنمية. في اللقاء نرى أن تركيا مهتمة وبشدة بطريق التنمية، ما دلالات ذلك وما انعكاساته على الواقع العراقي؟ شوف، فقط تعليق على يعني ما فهمتي حضرتك من كلام أنه لا يمكن القضاء على حزب العمال. نعم. لا، مش يمكن يعني إضعاف حزب العمال، ولكن أعتقد أن الحروب المركزية مع هذا الحزب مثل الحرب مع الحوثيين مثلا، أمريكا وبريطانيا ماذا فعلت يعني، فهذه حروب صعبة، ولكن بكل تأكيد تجفيف منابعها، قطع الإمدادات، وهذا يضعف ويصف في مصلحة تركيا أمنيا ويبعد العراق عن أن تتحول هذه المنظمة إلى
يعني هاجس أمني جديد، هذه النقطة. أما بخصوص سؤال حضرتك المتعلق بمشاريع التنمية التي ممكن أن يستفيد منها العراق، أنا أعتقد العراق الآن هو شوفي أكو حالة سياسية يعني نخبوية تطرح بالأوساط أنه يوجد توجه. اليابان حينما غيرت استراتيجياتها بعد الحرب العالمية الثانية كانت تطلق بها أفكار اقتصادية ثم تتحول إلى مشاريع، ثم تحولت اليابان إلى رائدة. يعني مهم جدا أن نطرح أفكار تجارية، أفكار اقتصادية، بدل الأفكار الأمنية، بدل الأفكار أن نذهب مثلا باصطفاف مع محاور ضد محاور، وهذا لا يصب في مصلحة العراق. العراق يجب أن يبقى آمن حتى يستطيع أن ينمي قدرات التجارية والاقتصادية. العراق لديه مشكلة، إذا لم يقوى قدرات الاقتصادية النفط ممكن أن ينتهي أو يحصل مشكلة اقتصادية بالنفط، ينزل سعر النفط، ماذا يفعل العراق؟ فيجب يحتاج أن يفعل قدراته الجغرافية، قدراته السياحية، يعني كل تفعيل كل القدرات الاقتصادية أعتقد، لأن العراق يدرك أنه السنوات القادمة هي ليست سنوات ذهبية على المستوى الاقتصادي، فيجب أن نجد البدائل. هذا التفكير في بداية يعني إيجاد البدائل عبر الشراكة مع المنظومة الإقليمية المحيطة بالعراق. نعم. رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات السيد أحمد الياسري، شكرا جزيلا لك وأعتذر لضيق الوقت.